مثلا أوتي الإمام البخاري بعشر أسامي وقلت رواتها ورجالها، مثلا أتيك بإسناد فيه والطويل، مثلا في مالك عن نافع بن عمر، أقول مالك عن أبو إسحاق الصديقي لابن عمر أو غيره، طبعا ست سبع رواد فيها، وقلبها قلب حيث أصبحت كلها خليط ليس صحيح من 100 حديث، كل 10 ضرب 10. سمع العشرة حديث، فماذا هو الحفظ؟ حافظ عجيبة جدا في الحفظ، سأتيكم بالقصة ربما أوضح مما أذكرها الآن. حفظ الأسانيد الخطأ، ثم أتى قال له الإسناد الأول ذكرتموه كذا وكذا وصوابه كذا، الإسناد الثاني ذكرتموه على وجه كذا وكذا، عشر أسانيد سمعها في وقت واحد، مختلطة الرواة، مقلوبة هذا هناك وهذا هناك، يعني عدد كبير، فذكر الخطأ ثم ذكر الصواب كلها، فقال من يكون هذا أحفظ الناس أو أكذب الناس؟ حاشا. فإذا به حقيقة البخاري آية عجيبة معجزة في الحفظ، هم يحفظون ملايين ربما خليفون بملايين ربما أكثر من 1000 إسناد، يعني أكثر من 1000000 إسناد، كل راوي يعرفون حديثه، يعني مثلا أبو إسحاق السبيعي أو زيد بن يثير، يعرف الحافظ الكبير أن هذا له 1000 حديث مثلا، 100 حديث، رواها على وجه كذا، خالفه فيها فلان، وهذا وافقه فيها فلان، 100 حديث مثلا صح، مثلا تكون 500، 400 حديث صحيحة، و400 فيها إشكالات، خالف فيها فلان الثقة، خالف فيها فلان الثقة، وعنده فيها إشكال ونسي أن الراوي الذي المفروض أن يذكره ليس شيخه فلان، ليس شيخه فلان، بل هو فلان، واضح؟ يحفظون كل هذا، وبناء على هذا الحفظ العظيم يذكرون درجته، يقول رواته فلان، فلان، شيوخه عفوا، فلان، 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 عن طريق كيف؟ حفظهم للأسانيد، واضح؟ عن طريق حفظهم للأسانيد ومعرفته بالتواريخ، يعرفون أني أنا مثلا في العصر الآن أدرك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ، ويعرفون أنني لو أدرك الشيخ فلان الشيخ طارق بن عاشور الشيخ بالخروج الشيخ كذا، عرفت كيف؟ يعرفون هذا، يقولون هو له حديث على هؤلاء الشيوخ، له أقران، هناك كبار العلماء من وأوثق منه، وهو ثقة عظيم، هناك ثقات يقاس بهم غيره من الضعفاء، واضح؟ هناك ضعيف ماذا نفعل؟ نقيس مثلا طالب علم ضعيف طالب علم قوي، نقيس الضعيف بالقوي، نقول خالفه ولا مخالف، إن خالفه كثيرا من القضايا، إن اتفق معه يصبح حتى هو قوي، واضح؟ يقيسون العلماء بعضهم لبعض، وبعد ذلك يصدروا الأحكام، إن كثرت أخطاؤه يقولون مثلا ضعيف، إن خفت يقولون خفيف الطلب مثلا، صدوق، حسن، إن كان ضعيف جدا يقولون ليس بشيء، هالك، واضح، يعبرون تعبير من خلال حفظهم للكم الكبير من أحاديثهم. فلان روى مثلا 100 حديث، أخطأ في 90 مثلا أو أخطأ في 70، وثبت حفظه ووافق الناس الحفاظ في 30، أقول هذا هو ضعيف. ممكن أنظر إلى الذين صح حفظه فيهم، هؤلاء شيوخه، إذا كان شيخه أقول هذا في شيخ فلان قوي. في غير شيخه كل أسانيده ضعيفة، روايته ليست بشيء، هذا هو الجرح والتعديل، هم يحفظون الأسانيد ويحفظون رواية الرجل، كل رجل كل رجل، ويحكمون عليه بناء على مروياته ويقيسونها بكبار العلماء المتقنين. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي انه عالم الجرح والتعديل. لا، علم الجرح والتعديل انتهى، رجال رجال علم الحديث القائم. يعني خاطر هو يزكي في الشيوخ مثلا، هذا تسمع. لا، علم الحديث لا يوجد، علم محمد بن الحديث، لذلك يقول بعضهم علم النضج واحترق، الحكم على الاحاديث وعلى رجال الحديث انتهى زمنه، قد حكموا عليه سابقا، واحترق جاي شوي شوي.
مش يحكم على رجال الحديث هو يحكم على الشيوخ. فهمتك أنا ما في مشكلة ماشي جاي بالكلام لأن الحديث يبقى بعض النظرات حكم الرجال الأئمة على الحديث انتهى من الزمن الأول. ماذا بقي عندنا نحن الآن؟ لماذا ندرس مصطلح الحديث؟ حتى نفهم الطريقة التي كانوا يحكمون بها على المحدثين وكيف كانوا ينظرون إلى علم الحديث، حتى إذا كان جاء حديث في أحد مختلف فيه بين الضعيف وبين الحسنة ممكن المحدث يستطيع أن يحكم بناء على هذه القواعد. الذي تذكرين الآن أنت الآن هذا موضوع مختلف من أهل العلم موجود في كل عصر. يجي بعض هذه المشاكل ندخلنا فيها أحسن. ندخلنا فيها لأنه نحن في الأيام هذه نشهد تطورات عجيبة غريبة. كل يوم مثلاً يأتينا تيار جديد، كل يوم الثاني يخرج علينا شيء غريب لا نعرفه. والواحد يطعن في الثاني. تدرسي حتى تخرجي حتى تعرفي تتعاملي مع دراستك لعلم الحديث ودراستك إن شاء الله في المعهد، بعد تقدر تصير تدركي أنت كيف تتعاملي وكيف تفهمي الخلافات بين أهل العلم وكيف نخرج منها. نعم. سيدي أنا بقترح أنه دراسة المراجع والمصادر مهمة، يعني لو أراد طالب علم أن يقرأ مثلا فيما يخص الفتنة الكبرى مثلا هناك مثلا مراجع الشيعة اللي هي معروفه كلها اثناء صلاه الجمع في الصحابه هي لازم تكون شيء من ماده الفرق. نحن ان شاء الله لازم تكون عندنا من ماده الفرق. الفرق الاسلاميه هي التي تذكر مذاهب هذه مذاهب الخوارج والشيعة وافكارهم وترد عليهم وما الى ذلك. هي موضوع اخر. هي الان مثلا عندنا الماده لكن طرحناها للتدريس، طرحنا المادة للتدريس في المعهد ضروري جدا وحتى يعرف المذاهب الإسلامية الموجودة والأفكار حتى الحالية الآن مدخل وغيره. لابد أن ننظر إليها نظرة علمية دقيقة ليست نظرة سطحية. لذلك يعني ترقى فيه حتى إن شاء الله إن شاء الله خير. وهي الأحكام على الرجال انتهت، لكن عندنا قضية مهمة الآن. لماذا ندرس نحن اليوم علم المصطلح؟ لماذا نفتح فروع لعلم الحديث؟ لأجل ننظر يكون عندنا علماء يفهمون منهج الحديث بشكل دقيق ويستطيعوا تصحيح الحديث وتضعيفه بناء على قواعد دقيقة جدا. لأنه وجدت فترة من فترات الأمة الإسلامية كانت بعيدا عن علم الحديث فأصبح التصحيح والتضعيف بمنهج غريب مبتدع مبتكر وحديث. طبعا هم معذورون لأنهم حاولوا ما كان في زمانهم من زمن قبل 100 سنة 200 سنة كانت تروج بكثرة الحديث الضعيف أو الموضوع تروج بكثرة شديدة وما كان عندهم متخصصين لم يكن ثم متخصصون في علم الحديث يستطيعون أن يميز الخبيث من الحسن. لكن أخيرا في العقود الأخيرة أصبحت في ثورة جيدة في علم الحديث، ثورة ممتازة تقريبا أعادت منهج المتقدمين منهج دقيق قوي جدا في حكم الأحاديث الصحيحة والضعيفة. فلا خوف إن شاء الله علم الحديث لا خوف عليه بإذن الله. موجودين الحمد لله أهل العلم كثر وأهل الخبرة والمعرفة بالموازين الدقيقة لقبول الحديث وردهم موجودون. قبل سنوات طويلة قبل 50 سنة كانت الأمور صعبة حرجة جدا، كان دموج العالم الإسلامي يموج بالحديث المقطوع والضعيف وحتى العلماء ما عندهم قدرة على معرفة حتى الملك ما عندهم ما زال بخير قليل بقي نعم ما زال بخير لكن أحسن كثير من الأول. من الأول كانت كبار العلماء تصبح بأحاديث موضوعة واضح. لكن الحمد لله في أخيرا ثورة في علم الحديث. أما الوضع الذي تحدث عنه الأخت فنحن الآن نعيش حقيقة العقد الأخير نعيش أزمة كبيرة جدا في ناحية المذاهب الجديدة المعاصرة المتضاربة
هذه تحتاج إن شاء الله إلى أن تأخذ مادة الفكر المعاصر، مادة التيار الفكرية والفكر المعاصر، ربما يكون فيها توضيح لهذه الجوانب. سليم العوض نعم. سليم العوض ما شاء الله. خدمة كبيرة على المدرسة. صحيح، لكن لابد بالنهاية أن نعرف بالنهاية أستمع القول أحسن. صحيح، لكن يلبس عليك إن كنت لا تعرفين. الأمر يحتاج إلى العلم والثقات دائما. أخذ من السنة ماذا قال، يأخذ من هذا العلم وكل خلف رجوله يصل بقوة الحديث الصحيح، يأخذ من هذا العلم وكل هذا العلم وكل خلف علومه. القضية مهمة جدا، ممكن يأتينا زنادقة يدعون المشيخ وينشرون أفكار خبيثة، وهذا حدث كثيرا. ما تستطيع يلبس كثيرا من الناس، تلبس عليهم ويختلط عليهم. ربما في ناس في بعضنا الآن في العصر الحالي، في ناس تلبس عليه بأشياء وذهبت مع التيار وارتكبت جرائم ونرى أفكار خاطئة. كل الناس كل الطوائف تقول الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعبد الناس عند الصحابة، ومع ذلك كانوا على غير الصواب. كل منافق منافق، لكن الخوارج هم على دين وصدق حقيقة، لكن هكذا أفكارهم. لكن الله يهديهم إلى صحيح. هذا الأمر موجود في التاريخ بكثرة. عرفتي أختي؟ عرفتي، لا يكفي هذا الأمر، ولا يكفي هذا الأمر. أنا نعرف بعض الناس مساكين يبقى على بعض الأفكار، هو صادق، في ناس صدق عند الإخلاص، عند الخوف من الله، يبقى عشرات السنين هو على منهج الخطأ، يدرك بعد 10-20 سنة أنه كان سائر في مسار كله غلط. موجود هذا بكثرة موجود، لذلك نحن عندنا مئات الفرق الإسلامية كلها خرجت من وراء هذه الأفكار. في كثير منهم صادقين، لكن والله لم يهدوا إلى الصواب. على كل هذه قضية معقدة، لا تشغل بالكم بها. في عندكم طبعا مثل ما قال السلف في أحاديث معروفة، في قوانين مشهورة، واحد يمشي عليها الصراط المعروف، في طرق يمين ويسار حال يتجنبها، في أشياء مشهورة ومعروفة متفق عليها بين الجميع يسير عليها الرجل. أما ما خالف ذلك فيتثبت أهل العلم الصادقين الثقات، لأن الأمر حقيقة في هذه الأيام اختلط على ناس كثير من أهل العلم، من أظن من أهل السلطة يسيرون أحيانا سيرا غير السير السوي على غير هدى. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ يحاول دائما يقرأ، ينظر في الحديث النبوية، ينظر في ما اتفقت عليه الأمة، وينظر في العدول والثقات. والأمر مع ذلك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يسددنا. ندعو الله بأكثر واحد من الدعاء. كل واحد يستدل به في مسألة. نعم، واحد يؤول على منهج. هذاك يقول لك إسكالية واحد صحيح. صحيح. لكن لا يقول مش أصل كل بدعة هي ضلالة. إذا كان أنا مثلا فما شيوخ تقدح في علماء أخرين، وفما مثلا أهل يعني التكفير يكفروا في ناس أخرين، مش مصلحتي أنا إذا كان مش نسمع من هذا أو مش نسمع من هذا ونكون نتبعه، فأنا ناخذ الشيء الإيجابي من عندهم وغير ما نتبع أنا شيء هذا. فأنا هنا العقل والمقياس هو اللي يحكم بالشيء هذا. والله شوف، هي موضوع معقد جدا وطويل خارج من درسنا، لكن أنا أظن الله أعلم الطالب اللي ما كان بقي طبقنا 3 سنوات معنا إن شاء الله، إذا وجدنا بعض المدرسين الإخفاء في بعض المواد الفرق إن شاء الله ستفهم الأمر. لكن اللي ما عنده مثلا لم تكمل أو شيء، تحاول تنظر في أقوال كل أهل العلم، يعني تنظر في الردود في الكل، بعدين الله عز وجل إن شاء الله إلا بتدرك الصواب. لكن ما تكتفي برجل واحد، المشكلة بعض الناس يتعصبون من رجل، هذا الرجل يحبه ويحب كلامه وخطأه، ممكن ما يكون الحق معه، وراءه دائما أي مسار يسيرون معه، يسيرنا معه ويسيرنا معه، هذا غلط كبير.
من أراد أن يتحفظ بدينه يصدر في أقوال أهل العلم كلها، عندكم الإنترنت تصدر في كل الأقوال، في الردود كلها. طبعاً أنا صعب عليك، لابد أن نستعان بأهل العلم أكثر من السؤال أهل العلم حتى يطمئن قلبكم. وهذا الموضوع يحتاج إلى درس طويل، يحتاج إلى تحرير، وتحتاج إلى أن يكون خارج التسجيل حتى. ينبغي للوقت خرجتينا خرجتينا لا آخر. هو حقيقة أنت وضعت يدك على الجرح، لأن إشكالات كبيرة، يعني واحد يفتح فضائيات يجد كلام متضارب، الموضوع معقد، لكن في عندكم حديث معروف ومشهور منكم، يعني هي التي هذه الحديث إن شاء الله كما قال في السلام للطريق سوي متفق عليه واحد يمشي عليه، أما ما عدا ذلك شبهات التقية وابتعد عنها إن شاء الله. إذا كان الله يستر استمر القدر بإذن الله إن شاء الله في مادة الفرق الإسلامية والفكر المعاصر، وممكن تبين أقل شيء تطلعنا على وجهة نظر المدرس، بعدين تدرس تبحثنا حتى يطمئن قلب الواحدة، حتى تطمئن كل طالبة إلى رأي معين. في كتاب علي إن شاء الله في كتاب معالجة الموضوع معنا في درس قادم إن شاء الله أنسى أعطيكم عنوان تنظرنا فيه. نأخذ من قطع قطع نفسي ليس على التوالي. سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي بإسحاق عن زيد بن يسيع زيد بن يسيع عن حذيفة بن اليمان
أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعرفون ماذا قال؟ قال مرفوعا: إن وليتها بكر فقوي يا نبي. إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن وثيع حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. إذا ما سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. قبل ذلك نراجع ما أخذناه في أول العام. لو سقط من السند هذا الراوي، نحن الآن ننظر في كتاب مصنف عبد الرزاق وصاحب الكتاب، لو أسقط هذا الراوي ماذا يسمى الحديث؟ معلق. طيب ولو حذف هذا وهذا نسيته معلق. ولو حذف تقريبا ليس دقيق، لو حذف هذا فقط مع بقاء هذا يا نسيته من كل شيء. أنا مرسل ما منه إذا ما قال فيه صحابي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نسيت، أنا ما ركزتش على يعني لو خذف التابعي أو يعني لو قال تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا حبيت راجع ما أخذناه في الفصل الأول معكم. طيب منقطع معكم هنا عندنا سفيان أدرك عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف أدرك سفيان وهو شيخه أخذ عنه الحديث. سفيان الثوري هل أدرك أبا إسحاق السبيعي؟ ننظر في التاريخ وفي التراجم نجد أن أبا إسحاق السبيعي هذا ليس من طلاب سفيان الثوري، لم يره ولم يأخذ عنه شيء. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال ننظر في التراجم. نحن عندنا كتاب في المكتبة الجامعة التعديل لقرأت عليكم هذا ترجمة هذا منظر في شيوخ ورواته، هل يوجد فيهم أبو إسحاق السبيعي أم لا؟ واضح؟ هنا هذا ليس مدرك، هل يوجد عندنا هنا سقط راوي اسمه شريك؟ واضح؟
كيف عرفنا السقط هذا؟ من خلال جاءتنا رواية أخرى سمت هذا الراوي شريك، لكن الإشكال أننا نحن لا نعلم شيئا عن شريك، نجهله، نجهل حاله، ثقة أو ليس بثقة أو ضعيف، لا نعلم عنه شيئا، لذلك نحكم على الحديث كله بأنه ضعيف. ما سبب الضعف؟ الانقطاع، منقطع. إذا سقط في إسناده راوي واحد هنا، واضح، وليس على التوالي. طبعا كلمة على التوالي لتخرج الإعضال، التمرين مع بعض الاسم المعضل. و آخر لأجل نأخذ سند آخر مثالي، يعني بشكل يوجد أن هنا راوي ثم يسلم، هذا يسلم يتكلم بهذا الحديث، واضح. قلنا لو سقط من هنا ماذا نسميه؟ معلق. لو سقط هذا اسم انقطاع، واضح. لذلك بعض اهل الحديث يقولون
بعضهم عن الأعضال يقولون فيهم أن يوجد انقطاع، يكون حدث معضل يقولون انقطاع، يكون مرسل يقولون انقطاع، واضح؟ قد تجد لنا هذه العبارة. إذا نحن سنذهب مع هذا المذهب وهو التفصيل الدقيق والتمييز بين الانقطاع والتعليق والإعطال والإرسال. لكن قلنا ذكرت لكم أن بعض العلماء يجعل المعلق والمعضل والمرسل كله منقطع. لماذا؟ لأنه حقيقة هو انقطاع، لكن سموه بهذه التسميات لاختلاف مكان القطع. هو قطع، هو انقطاع، يوجد راوي ثابت، لكن إن كان الأول اصطلحوا على تسميته هكذا، وإن كان اثنين متواليان اصطلحوا هكذا، وإن كان من الأول اصطلحوا على تسميته تعليق، ولكن لو سميناه انقطاع لا يضر. لكن نحن سنذهب مع المذهب المتأخر هذا. طبعاً بدأ يكون الصورة عبد الرزاق لقي سفيان، لكن سفيان لم يلقى بإسحاق، بينما واصفة هذا الانقطاع كالسلسلة التي قطعت منها شيئاً، لأن هذا ليس شيخاً لهذا ولا تمييلاً له ولم يسمع منه الحديث. هذا طبعاً شيخه زيد بن زريع، وهذا تابعي لقي الصحابي. هنا مرفوعاً، ما معناه؟ المسند المرفوع ما هو؟ خذنا هذا ما معنى المرفوع. يا صحابي انظرنا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا كان في بحث، كتبت لنا في بحث المرفوع والمقطوع والمشهور. ماذا أيضا؟ موقوف، مرفوع، مقطوع، ثلاثة. ذكرت لكم في بحث المرفوع أنهم قد يعبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة مرفوع، يقولون رفعه. يعني هنا كأننا قلنا عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة مرفوع تعوض قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب ما الفرق بين المقطوع والمقطع؟ نعم. المقطوع المنقطع والمنقطع. طيب هذا هو الذي أردته، المنقطع منقطع يوجد سقط رجل ليس في أول السنة ولا في آخره. أما المقطوع فهو من كلام الصحابي، سواء كان هذا الحديث موضوع صحيح حسن مقبول مردود لا يهم، المهم هي الصفة للحديث. واضح؟ ما هذه الصفة؟ صفة للقبول والرد. كلام التابعي أو الصحابي؟ كلام المقطوع كلام التابعي. كلام التابعي، يعني هذه صفة للكلام من قائله، وهذه صفة للحديث، تسميد الحديث، نوع الحديث ضعيف، مقبول أو مردود. واضح؟ لا يختلط على كل هذا الاصطلاح. المقطوع ما كان الكلام التابعي؟ مرفوع، يعني متصل بالسند. متصل بالسند، لذلك حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كأنه قال، كأننا قلنا عن حذيفة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. واضح الدرس؟ أخذ اليوم فقط المقطع، لعلنا الدرس القادم نكمل بقية عالمنا. إن شاء الله يكون حضور من أول الحصة، ونحاول أن ننتهي به بالمعضل معلق ونتدرس ونفسه. واضح البحث؟ أكيد استودعكم الله في الدرس القادم إن شاء الله يتم مع الله.